أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا نسي المصلي هل سجد للسهو مرة أو مرتين؟ فماذا؟ يقول أحسن الله إليكم: إذا نسي المصلي هل سجد للسهو مرة أو مرتين؟ فماذا يفعل عند ذلك؟ يسجد مرتين، إذا شك هل سجد مرة أو مرتين يبني على اليقين، يجعلها سجدة واحدة من جهة ثانية، ثم عند السلام يسجد للسهو. يسجد للسهو، نعم، يبني على اليقين ويسجد للسهو عند السلام، نعم.